شو هالحلقة؟ طالعة مثل القمر. جوري أنا ليش ما خبرتيني بالحقيقة؟ هي لأنك سامحتيني على كل أخطائي معك. وهي لأنك قبلتي تتزوجي. شوري بترجاك بعد عني، إذا بتريد بترجاك خليني روح. طيب ليش؟ لأنه هذا الشيء ما بيصير أبدا. عصبت مني؟ أنا ما بدي يصير معنا أي مشاكل. خلص ما بدي عائلتي يزعلوا مني أو منك بنوب. شوريا بترجاك قول أي شيء. أنا ماني معصب منك، أنا كتير بحبك. أنا بحبك. شوريا مهك
أهلين عمي. شوريا من شوي ما هيك اتصلت فيني، بس أنا ما قدرت أسمعها أبدا، فكرت صاير معكم شي مو منيح لهيك اجيت. يلا بنتي خلونا نروح، امشوا. ما عندك بنتي اختي؟ عندك غيرها؟ لا ما هيك فيكي تروحي لحالك منه. طنجرة نوعيتها ممتازة. لأنه عيلتك ما رح يعجبها إني إجي معك على البيت. أنا هلأ ما بدي تصير أي مشكلة، لهيك روحي. بشوفك المساء. أعطيني بريق لو سمحت. انت نسيت انه نحن شركاء؟ رح نواجه المنيح والسيء ورح نكون مع بعض. يلا تعال معي على البيت. بس يا مهك، نحن تركنا بعضنا مره وقلبنا كان كتير محروق، ووقتها ما استفدنا شيء ابدا. بكفي، اجى الوقت المناسب لحتى ننسى الماضي ونبلش من جديد، ونحن من هذا اليوم رح نواجه كل شيء. مهيك وشوريا اجوا لعنا. أنت منيحة؟ قولي لي. نحن خليناك تتعذب كتير، سامحنا شوريا. رجاءً عمي، كلياتنا عنا أخطاء وبحاجة لحدا يقلنا عليها، لهيك بترجاك تسامحني. ولا يهمك حبيبتي، تسلم يا ابني. رافي، شوريا، واخيرا رح تاخد يلي بدك اياه، وانا بتمنى تخلص هالمشكله بقى. بالتوفيق. Thank you.
شوريا يلا عود ابني. هادي ارتاحي. شوريا بعد اللي صار بالأيام الماضية اكتشفنا أنه قسينا عليك، وحتى بكتير أحيان ضربناك. بتمنى تسامحنا وتنسى الماضي ونفتح صفحة جديدة. إذا بدي اعتذر عن الأغلاط اللي عملتها معكم فأنا بعتذر، ورح أعزمكم أنتوا الاثنين على العشاء اليوم المساء. منقعد ومنتفاهم أنا وياكم، وما رح أطلعكم إلا رضياني. خلينا نساوي شيء، لازم ننسى كل شيء صار ونبلش من جديد، اتفقنا؟ عاد ما كان عنيد، شوف شلون تغير. شوفوا ما أحلى ضحكته. وهذا الشيء كله صار بفضل مهيك. اسمعني، بدي أحكي معكم بموضوع. ماني شايفة، وين مهيك؟ مرت عمي شوريا تغير كتير. مرت عمي حتى جدي سامحه لشوريا. ايه بعرف هالشي، كان واضح كتير انه العيلة دعمتك إلك بينما انا لحالي. طيب بما انه كل العيلة واقفة معك ودعمتك، ما رح يفرق معك كتير انا بشو بفكر، مشان هيك روحي. طبعا بيفرق معي مرت عمي. لا مهيك، ما رح يفرق معك. اليوم الكل ما عداي اقتنع انه شوريا تغير وانه صار انسان جديد. الكل مفكر انه عرف غلطه، بس الموضوع واضح مثل نور الشمس يا مهيك. انت وشوريا كتير مختلفين عن بعض. انت انسانة بسيطة وشوريا واحد مزاجي. بدك تعرفي ليش انا واقفة ضد هذا الزواج؟ لاني خايفة من عقل شوريا المزاجي ينقلب وتصير مشكلة. اليوم هو بيحبك ومجنون فيكي وراح على أجرة مشانك، بس بكرة بجوز ما بقى يهتم فيكي ويرميكي برا بيته وبرا حياته وتبقي لحالك بدون عيلة. مرت عمي ما في حدا كامل أبدا، كل الناس في عندهم عيوب، وكتير منيح إذا الواحد بيحاول يكفر عن أخطائه، وشوريا عم يحاول. هو هلأ عم يتألم كتير، مرت عمي الحب عنده القدرة لحتى يخلي الناس تغير من أفعالها. طيب شو إذا شوريا عن جد بيحبني مرت عمي؟ مهيك؟ شوفي، يعني أنت ما فيك تضل بعيد عني ثانية؟ شوريا اجينا لنضحكك. شو صار؟ بهدلتك مرت عمك؟ مرة تانية؟ قلي لي شو عم يزعجك؟ بوعدك اني ضحكك. شوفي قولي يلا. ما في شي من هاد. هلا بدي روح. انتي متأكدة؟ لسه مرت عمك معصبة؟
بس هي بالمقابل كتير بتحبني يا شوريا. أنا متأكدة إنها رح تفهم عن قريب ليش أنا بحبك كل الأد وبهتم فيك، بس بدها شوية وقت. ومتأكدة إنها رح ترجع توثق فيك. حطيهم بنتي، جيبوهن لهون. يسلم ايديكم، خجلتونا. تفضلوا تفضلوا. ايه. انتي من حسن حظه لشوريا، بتمنى من قلبي انه تعيشوا بكل سعادة. وانت شوريا رح تعمل كل شي حسب الاصول، ورح تدير بالك على مهك، واذا بتزعجها رح كون اول وحدة من بين الكل بتضربك. شو مو هيك يا ستي؟ وهلا بدي اياكم تتزوجوا باسرع وقت. بالمناسبه كنا جايين نزوركم لنناقش هذا الموضوع. سيد شارما، انا رتبت الموضوع وكل شيء جاهز، فيكم تجوا لعنا وهنيك منحكي بكل الترتيبات تبع العرس. شو بابا؟ اذا الكل بدهم هالشي يا ابني فاعملوا اللي بدكم اياه، انا ما عندي مشكله ابدا. بس كأنه كانت مو مبينة، هي منيحة ما؟ هي بصراحة تعبانة شوي، عم ترتاح بغرفتها. طيب لكان، نحن منستأذن، سلمني على كانتا وبلغها تحياتي. كانتا حاجتك بقى ولدني، قوم افتحي لنا هالباب. ليش بدك تكسري قلبها لمهك؟ ليش؟ اذا هيك لكان خليكي محبوسه بالغرفه. بنتي من بعض الحالات اللي بتكون مثل هاي ما بتنحل بالنقاش لوحده، لازم نعطي الناس وقتها لانه بحاجه ليكونوا لحاله. برأيي نعطيها وقتها لشي يومين. ها؟ تعالوا يلا. يلا تفضلوا. يلا. امشي بنتي. مو مشكلة إذا ما رح تحكي،
أنا بعرف إنك مزعوجة لأنه خالتي كانتا مو موجودة. تفضلوا. شوري ركز بقى على المراسم. أي مراسم هي؟ أنا شارد فيكي، ما فيني شيل عيوني عنك أبدا. شو قصتك؟ ليش ما عم تشيل عيونك عن العروس؟ بصراحة هي خطيبتي، وإلا بالعادة إنها تهرب من العرس، منشان هيك لازم خلي عيني عليها، يعني بجوز ترجع تهرب. ماشي، موفقين. خير؟ شو في مهيك؟ ولا شيء. هلا هيك طلع كل شيء مرتب. ايه ما عم نتمنى لهم حياة سعيدة. نحن كثير مبسوطين بهذا الموضوع. أنا مبسوطة كثير بهالشيء. مهيك شو يا حرام شوريا حرق ايده. قال لي انه ما خبر حدا غيرك، ما بده اياهم يعرفوا. لك لوين؟ غليظة. مو معقول ما بتنتبه مثل الأولاد. ورجيني وين؟ هذا المرهم ما رح يفيد. شو عم تحكي أنت؟ أكيد رح يفيد. شوريا اللي وين الحرق؟ هذا بس اللي رح يفيدني. بدك تشوفي الجرح؟ اطلعي، هو بقلبي. جاوبني انت، ليش بتضل عم تمثل علي؟ بتشوف لك انا ما رح اتركك. لك لا علي، انا اللي بصدقك. عيب. أنا ما بقبل الهدايا وخصوصا الغالية إلا بعد عرسنا.
مهيك ما في شي بهذا العالم كله بغلاوتك عندي أو بيستاهلك. أنت وكل اللي عملتي لي إياه ما بيتقدر. علمتيني كيف لازم عيش. هالعلامة بتدل على حبي وعلى حقي فيكي كمان. هي معك للأبد، حتى لو بدك ما رح تخلصي منها. شو هي؟ اسمك صار مكتوب ومحفور على صدري، واليوم محفور اسمي على الإسوارة. رح أربط لك هالإسوارة هي اللي حاملة اسمي بإيدك. لا تقيمي هالإسوارة هي من إيدك. بدي أي حدا بيشوفك يشوف الإسوارة اللي عليها اسمي. الناس كلهم لازم يتذكروا إنه مهيك ملك لشوريا، بس لشوريا. بس أنا إلي الحق إني كمل حياتي معك. ما حدا بيقدر ياخد مكاني، ولا حدا إله الحق إنه يقرب عليكي. أنا إلي حق بهدول وبعيونك كمان. وإيديكي بس أنا اللي إلي الحق، بس أنا. أنا إلي الحق حس فيكي وبمشاعرك. هذا صار حق لإلي. ما صدقت تصيري لإلي، لهيك رح تضلي معي. فزت فيكي بصعوبة يا مهيك،
وما رح أتركك بعمري كله. أنت ملكي إلي مهيك. بس هي فترة طويلة كتير يا شوريا، يعني إنسان ما لازم يستعجل بكل شيء بهالحياة. هي لا تتجرأ وتحاول تأثر علي. أنا بعرف كل شيء. أنت مستعد تدفع مصاري منشان تقدم العرس لولا يوم، صح؟ مثل ما بتعرف يا شوريا، بدنا وقت لنعمل التحضيرات ونجهز حالنا للعرس. لازم هلأ أم العروس تعطي الهدايا لعيلة العريس ويوافقوا على الموعد. مين أم العروس؟ رح أكون بمقام أمّا إذا ما في مانع. تفضلي، ألف مبروك. انتي من مين معصبة خالتي؟ مني انا ولا من حالك؟ ليش اجيت لهون؟ خالتي خالتي، أنا بدي أحكي معك شوي. أنا بعرف كتير منيح إنه أنتي بتكرهيني خالتي، وبعرف إنه مفكرتيني إنه شاب مو منيح أبداً. بفهم هذا الشيء، بس أنتي فكرتي بمهك، مهك مثل بنتك، وأكيد بتحبيها كتير. طيب ليش؟ أنتي ليش بدك تبعديها عنك؟ خالتي ليش عم تعذبيها؟ فهميني خالتي.
خالتي، جاوبيني. صدقيني أنا رح حاول عوض عن كل غلط أنا عملته. خالتي صدقيني هالمرة ما حدا بيقدر يخلي مهك مبسوطة قدي أنا. وإنتي إذا ما رح تحضري عرسنا أنا ومهك، هي رح تحس إنها عم تساوي شي غلط. صدقيني رح خلي مهك مبسوطة طول حياتها. خالتي أنا شو لازم ساوي حتى أقنعك؟ قوليلي شو لازم أعمل لأكسب ثقتك؟ خالتي أنا كيف بدي خليكي تصدقي إنه مهك بتعني لي أكتر من حالي حتى؟ خالتي أنا استنى شوي. إذا كان هيك وإذا بدك يعني صدق كلامك وكنت عن جد صادق معي، بدي تنقل ثروتك على اسم بنتي مهيك. نقول بيتك ونقول مطعمك ورصيدك بالمصرف على اسم مهيك. بدي إياك تعطي كل شي بتملكه لبنتي مهيك، وبعدها رح صدقك. إذا عملت مثل ما عم قول، وقت خوفي من إنك تهجر أو تترك مهيك، إمتى ما حبيت رح يخف على الأقل. بما إنه مهيك مثل بنتي، بدي مستقبلها معك أنت بالذات يكون مأمن. رح تعملها؟ رح تتخلى عن ثروتك؟ رح تكون قادر إنك تعيش حياة طبيعية بعد ما تنقل كل شي بتملكه لأسم بنتي مهيك؟ جاوب. رح تقدر تعمل هالشي؟ رح تقدر تنقل كل شي لأسم مهيك؟ جاوب. جاوبني إذا عندك جواب مقنع. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.